أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني لقاءات وحوارات خاصة، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحب معي في ضيف حلقة اليوم وضيف الأكثر تميزاً الأستاذ فادي الرواجد. بداية يسعد مساك أستاذ فادي. مساء الورد ستي، أهلا وسهلا. نورنا طبعاً. الله يسلمك، تسلم يا رب. أستاذ فادي طبعاً حضرتك أشهر من تعرف في شريفتك. بداية لما نتحدث عن شخصك الكريم، عن بداية مشوارك العملي، كيف بلشت ومتى بلشت؟ تفضل. يعني بداية بلشت أول شيء مساء الخير فيك وأهلا وسهلا فيكم جميعاً. بداية مرحلتي في العمل كانت بتقريبا بسنة 2001-2002 بعد ما أنهيت دراستي، وتوجهت لقطاع التجارة في تجارة السيارات، ومن بعدها حولت لتجارة العقارات، والحمد لله بفضل رب العالمين لازلت الآن يعني إن بعض المشاريع اللي بننفذها في قطاع تجارة العقارات، وما زلت لغاية الآن في تجارة العقارات. بس سلامتك ستي، الله يسلمك. الآن لما نتحدث عن قطاع العقارات بشكل عام، تطورها كيف بتشوفه؟ تفضل. والله تطورها إن شاء الله بإذن الله إنها يعني للأفضل، مع العلم بحالة الركود اللي صارت عنا من بعد 2009 تقريبا، يعني كان في حركة جمود خفيفة، بس لا زالت لغاية الآن إن شاء الله أنها بترجع تستعيد القوة، بترجع تستعيد العمل مثل ما كان في الماضي، ونتأمل إنه يعني تتحسن الظروف للأفضل، لأنه هذا الإشي يعني مشروع العقارات مشروع ناجح وبدور دخل جيد وقوي جدا للدولة، ونأمل من رب العالمين إنه يعني ترجع الأمور مثل ما كانت أول وأفضل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعني أستاذ فادي حضرتك إذا نحكي لك باع طويل في هذا المجال، ونتحدث أيضا عن الخدمات اللي بتقدمها، آلية العمل هون عندك المكتب كيف بتتم؟ تفضل. احنا ستي احنا هون شركة تطوير عقاري، بنقوم بتطوير الاراضي وتأهيلها اللي هو غايات السكن والمرافق السياحية كاملة. احنا طبعا احنا عندنا هون تنظيم، بندخل في بعض المشاريع قطع الاراضي الكبيرة بنقوم بتنظيمها ودخولها التنظيم، وبننشئ لها بنية تحتية اللي هو من شوارع من طرق وشوارع وخدمات كاملة، وحتى يعني كمان اللي هو بيكون يعني بيكون فيها جزء من إقامة بعض المشاريع كفنادق كمطاعم كشاليهات بيوت ريفية، يعني حتى نستقطب قدر المستطاع اللي هو الزبائن الخارج البلد. نعم. إن كان من البلد أو من خارج البلد، وإن بعض المشاريع يعني ممكن إنه نطلعكم عليهم إن شاء الله تعالى. نعم، شوفنا قمنا نحكي يعني بعدسة لقاءات وحوارات خاصة بالتصوير. نعم. أيضا واستضافت بعض الصور من حضرتك أستاذ فادي. نعم. أستاذ فادي، يعني مثل ما نعرف أي قطاع اللي بمر مشاكل معوقات، هي لو بدنا نحكي كحضرتك يعني ما المشاكل معوقات لوجهك من البداية؟ تفضل. سيدي إحنا بنتمنى من الحكومة وأجهزتها المختلفة التسهيل والتيسير للإجراءات التي بنقوم فيها احنا كشركة او شركات اخرى، وايضا كمان احنا بننظر في العديد من انه يحاولوا ينظروا في العديد من التشريعات والانظمة والتعليمات اللي من شأنها التحقيق والتسهيل على كل القطاعات الاستثمارية كاملة اساسا، يعني هذا الحكي لتشجيع الاستثمار وفتح الافاق كافة سواء داخل او خارج البلد، حتى نستطيع انه نستقطب أكبر عدد ممكن من المستثمرين لهذه البلد بقطاع المشاريع اللي هي مشاريع العقارية. نعم. بالضبط هاي هي. المفروض يكون في عنا أيضا تشجيع للاستثمار. تشجيع للاستثمار، فتح آفاق يعني كافة سواء داخل البلد أو خارج البلد. أو خارج البلد. نعم. يعني لما نحكي من وجهة نظرك أستاذ فادي، يعني أنت شو الأمور اللي عندك مثلا ممكن تشجع الاستثمار في الأردن كبداية لو بدنا نبلش؟ يعني احنا ممكن الاشياء اللي بتشجع الاستثمار في الوطن الاردن عندنا هنا اللي هي بعض التشريعات اللي هي للاسف يعني في بعض القوانين عن تملك الاجانب. نعم. في بعض الامور انه بيحكي لك يعني في اشياء مساحات معينه او اللي هي داخل تنظيم معين، احنا بنفضل انه لو انها تتوسع هاي التشريعات ويسمحوا للاجنبي بشراء ويتملك في البلد هون، كون انها يعني فيها لها عوائد على الدولة. للدولة. نعم صحيح، عوائد، والعوائد هاي لطالما انه فيما بعد الاجنبي لما بده يجي هون وبده يقيم في البلد او بده يجي سياحة
أكيد رح يكون في دخول عملة صعبة للبلد هنا بتحسين الظروف. نعم ستي. الآن أستاذ لما نتحدث عن الطموحات مثل ما حكيت لك، يعني مثل منين أي شخص يطمح بالأفضلية؟ نعم يا ستي، إحنا دائما بنطمح إنه إحنا يعني قدر المستطاع إنه نوصل، نكون إحنا دائما بلدنا أهم إشي إنها تكون بخير، ويكون طبعا تحت قيادة جلالة سيدنا، ونتمنى من الدولة إنها تراعي ظروف المواطنين والتسهيلها قدر المستطاع، على أساس إنه يعني نتوسع في مجال العقار، نتوسع في مجال العمل، نتوسع في جميع المجالات كاملة. هذا هو طموحنا ستي. بالتأكيد كل التوفيق لحضرتك. الله يسلمك يا رب. الآن أستاذ فادي، يعني نهاية لقائنا نحب نأخذ من حضرتك كلمة لجلالة الملك أيضا بخصوص نعمة الأمن والأمان، شو بتحب تحكي له؟ تفضل يا ستي. بهذه يعني بمناسبة يعني ممكن نحكي إنه هذا الوطن وقيادته وأبناؤه كان دائما وعلى الدوام وما زالوا وسيبقون مثالا ودرسا يدرس في النسيج الاجتماعي الذي نفتخر به، والذي يشكل الدرع الواقي ضد أي أساس بأمن هذا الوطن ومناعته وقوته، والحاضر يشهد على ذلك. الآن بنحب نحدد للسادة المشاهدين أستاذ فادي موقع المكتب وأيضا أرقام الهاتف للتواصل على الفيسبوك على الويب سايت. تفضل إذا فيه. إحنا موقعنا ستي على الويب سايت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي لاريدا ريل استيت، وإحنا موقعنا في الصويفية بجانب البنك العربي عمارة رقم 5 الطابق الأول، وارقام التليفونات 0739-6308. بشكرك مرة تانية. أهلا وسهلا فيك. بشكرك دعمك لبرنامج لقاءات وحوارات خاصة.